مساء الخير. أعادت الفضيحة المدوية لمسرح التيك توك التأكيد على توقعاتنا لما خلتنا نتفاجأ باللي صار، بس خلتنا أكيد نشمئز إنه بعدين شو في ورا شاشة بتخبي وراها ساعات وساعات من التصفح والمتعة والرقص والموسيقى الجذابة والبث المباشر للتحديات والمراهنات بما يتخللها من إذلال واستغلال وانتقال لغرف مظلمة أكثر سرية. وبهالغرف بحق للداعم مع الطفل والقاصر والمرأة ما لا يحق لغيره، ورغم أنه هالغرف بتخبي بداخلها عقد نفسية وعاهات أخلاقية بيّن كمان أنه بتشتغل بشكل ممنهج ومنظم. بهالحلقة المحتوى كمان مضحك، بس مضحك من جانب ومبكي من جوانب تانية. المضحك مشاهدينا بالموضوع أنه بشري بيتصيد بمحتواه المغري وقصاته مش بس الطفل إنما الأهالي والرأي العام وأيضاً المؤسسات التربوية باعتراف وتصديق من الكل بسبب ارتفاع نسبة مشاهداته اللي خلته يكون مشهور. والمضحك إنه اليوم فضيحته طالتها أيضاً الشهرة. أما الجانب المبكي مشاهدينا هو اعتداء واغتصاب لحرم الطفولة بمحتوى جنسي بعد استقطاب الطفل وأغوائه وإغراءه لتصويره وإجباره أيضاً لتناول الممنوعات، ومن ثم ابتزازه وتوريطه بلعبة الخوف والقلق بعالم مش من صنعه. والمؤلم مشاهدينا أنه صار للطفل سر، ذنبه الوحيد أنه وثق وسمح لغيره يصنع له لعبته. وهلأ عرفنا ليكان الطفل من زمان يصنع لعبه بإيده ليلعب فيها، لأنه الجواب مشاهدينا ما كان بيوثق بغيره يصنعه. بحلقتنا لليوم رح تكون هالمجزرة الأخلاقية فضيحة التيك توكرز هو موضوعنا، وأكيد كل حدا منا عنده أسئلة عن مين هو الإنسان المتحرش بالكسر أو البيدوفيل، شو بيأمن عالم التيك توك من احتياجات لهالفئة الشابة، وليش الشباب هن الأكثر وقوعاً فيه، وكيف رح نواجه الظاهرة الأكثر خطورة على المجتمع. بهذا الموضوع مشاهدينا بدنا نرحب نحن وياكم بالدكتور دال الحطي. دكتور دال هو ناشط بالمجتمع المدني والأهلي، وهو أيضا أمين سر ومنسق قطاع التمكين والإبداع بشبكة التحول والحوكمة الرقمية بلبنان. وبدنا نرحب أيضا بالدكتورة رولا الجمل. دكتورة رولا هي أيضا دكتورة بعلم النفس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا وسهلا. شرفتونا. نرحب فيكم وبدنا نتشكر حضوركم وتحديدا لهذا الموضوع. دكتور رولا مش أول مرة معنا ودائما بتطلعي معنا بموضوع خاص بالابتزاز. صحيح. هيدا اكيد ما انه شيء سلبي، ده شيء ايجابي، لانه هيدي المواضيع الاكثر حساسيه، يعني من الضروري انه نكون دائما عم نترقبها ودائما يعني عيوننا عليها، وما فينا نطنش بقى واللي صار دليل انه ما بقى فينا مثل ما بيقولوا نزيح عيننا عن هذا الموضوع، وتحديدا بقضايا تعنى بالطفل وامن الطفل. طبعا دكتور دال حتى بدنا نرحب فيك اليوم ضيف معنا لاول مره ببرنامجي لاستين. شكرا للاستضافه، وبرنامجك الحقيقه يعني يشاهدون كثيرون للحقيقة، لأنه هو مواضيع الساعة، وأنت عم تحكي عن موضوع هذه الآلة الجميلة الملعونة اللي اسمها الموبايل صارت موجودة مع كل الناس صغارا وكبارا، وبالتالي صار هذا سلاح ذو حدين، إيجابياتها كثيرة إنما كمان سلبياتها كمان كثيرة، وهلا بنحكي عنه خطرة جدا. وبالتالي الموضوع اللي عم تحكي عنه اللي هو التيك توكرز صارت برنامج دقيق جدا، وبالتالي يعني أنا بتشكرك للاستقبال ولا نطرح عن هذا الموضوع بشكل حضرتك كمان. كمان خبير بهيدي القضايا. نعم. عالم التحول الرقمي وناشط بكذا جهه، فهيدا الشيء كمان انت رح تفيدنا اليوم بخبرتك ان شاء الله، يعني الايجابيه والسلبيه. طبعاً. مثل ما بنعرف دكتور دال ببروتوكول برنامجي انه نكون دائما عم بسال اذا مفعل اللاست سين او لا، هيك كسؤال تكنولوجي نكسر فيه الجليد ونفوت على عالم التكنولوجيا. بتاريخ هاي اللحظه انا ما كنت مفعل البروجرام لاست سين عندي، انما بعدك انه من اليوم بالرايح اكيد راح فعله، بس انا بحكم شغلي نوع العمل اللي انا بقوم فيه وموجود على عشرات مواقع التواصل وورد وايد. نعم. انا على طول بس حدا فوق بقول له تعال حتى موجود ولاست سين هلا شفناه مش بحاجه يعني على طول موجود يعني بشكل كان بحكم دائما اونلاين لانه هذه مسؤوليه، وخاصه لانه عندنا اوقات اشغال او تواصل مع خارج لبنان والتوقيت تختلف، وبالتالي لازم يكون على طول جاهزين، وهيدي من حسنات
بس كمان من خطورة وسيئات هذه المواقع. نعم، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتورة رولا. لازم نسألك شيء. تفضلي. خلينا هيك نبلش بموضوعنا. وقد ايه مهم اليوم الاهل يكون عندهم لاست سين لاولادهم، يعني اليوم انا المراقبه مراقب الناس ما تهمنا، هيك تعلمنا بمجتمعاتنا وتقاليدنا وعاداتنا انه ما نراقب غيرنا، بس اليوم لازم نراقب ابننا ولو صحيح. الكلمه شوي ثقيله انه دائما خاصه المراهقين الاولاد بيقولوا للمراهقين ما بقى تراقبونا. صحيح 100%. اليوم اللي صار الفضيحة اللي صارت هزت الحقيقة هزت المجتمع اللبناني، ومن إيجابياتها أن وعد طبعا هي فضيحة يعني كتير كانت بشعة، بس وعد الأهل على أهمية موضوع المراقبة لأولادهم وأهمية متابعة أولادهم. فالأهل اليوم الأسرة لازم تطرح موضوع البيدوفيل واللاستين، لازم يعني لازم تراقب أولادها، لازم تتابع أولادها لحتى ما يوقعوا ضحية هالجرائم الإلكترونية اللي صارت. نعم، ما لازم بقى يعني يعتمدوا انه الولد صار يفهم صار أكيد يعرف. ما هو بيعرف الولد هو. بحاجه دائما لمتابعه، الولد بحاجه دائما لمتابعه، خاصه اليوم بظل هالاغراءات كلها اللي عم يتعرض للولد. واليوم الطفل اكثر اوقاته بوقت فراغه عم يكون قدام هالموبايل، عم يفوت على مواقع اباحيه. اليوم الاخر الدراسات بتقول انه للاسف يعني الاولاد اللي متوسط اعمار الاولاد اللي عم يفوتوا على مواقع اباحيه هي تقريبا 11 سنه و77 40% طبعا خطره. نعم. و40% من الاطفال عم يدلوا عم يعطوا معلومات خاصه فيهم، عم يعطوا بيانات خاصه فيهم، وعم يتعرضوا لاغراءات، عم يتعرضوا لقصص كثير من خلال الانترنت. فاليوم في استعمال خاطئ للانترنت من قبل الاولاد، واليوم مطلوب من الاسره، مطلوب من الاهل انه هم يتابعوا اولادهم، يوعوا اولادهم على الموضوع، ما يقولوا انه بكير بعد نحكيهم بهالمواضيع هيدي، ما بدنا نفتح عينيهم. يمكن بيستحوا يطرحوا هيك قضايا. مزبوط، يعني ما لازم ينهار. هاي الايام الاهل بيستحوا اكثر من الولد. ايه بس ابدا ما بيعرف اكثر منه، هو بيعرف اكثر منه. بيعرف اكثر منه، ما لازم الاهل يقولوا انه نحن ما بدنا نفتح مواضيع مع اولادنا، نفتح لهم عيونهم على اشياء اكبر منهم، اكيد هيدا غلط. لازم الولد ياخذ المعلومات الصحيحه من مصدرها الموثوق الاساسي، افضل ما انه يتلقى هالمعلومات بوقت متأخر وتكون الكرسي وقعت وتكون المعلومة فقط ما بتسبب إلا ألم عند الطفل، ما بتكون معلومة بتأدي للفهم والإدراك والوعي والوقاية. نعم. فهيدا شيء ضروري. حتى كمان اليوم هالحادثة اللي صارت، هالفضيحة اللي صارت كمان أكيد كمان هزت وسائل الإعلام إنهم يسلطوا الضوء على هالموضوع. نحن بنعرف قديش وسائل الإعلام دور مهم، قديش بتلعب دور مهم بكل المراحل العمرية للإنسان، إن كانت المسموعة أو المقروءة أو المرئية. وحتى أيضا وعيت الجهات الأمنية إن هي تنتبه لهالمواضيع وتكون عم تتحرك وتتابع وتفرض الأمن وتمنع هالتفلت. عندي تعقيب صغير على اللي قالت له الدكتورة. نحن من قبل كأهل، طبعا مش من هالايام، من قبل كنا نراقب اولادنا. نعم. وننتبه لهم اذا عندهم رفاق ما بيسووا. هلا رفاق السوق دخلوا على البيت. صحيح. قبل كانوا برا، يعني تروح على بيت ثاني على الطريق، هلا صار رفاق السوق فاتوا عندك على البيت، صرت بتراقب رفاق السوق اللي هن رفاق اولادك من ضمن الجهاز. هذا خطره كثير، هذا الانتقال سمح بفلتان غير متوقع للناس، بس نحن بالنسبة لنا سنوات بننبه ومنحذر، لأن أولادنا والأهل ليسوا محصنين. التكنولوجيا دخلت على بيوتنا بشكل خطير جدا وخرقت كل سيستمات حياتنا، وبالتالي نحن مش محصنين، وبدي واحد يكون عنده برامج توعوية بالمدارس تيقدر يتحمل هذا الضغط الخطير جدا، هالمتركاج الإعلامي اللي عم بيأثر على عقول الأهل وعلى عقول دكتور دال. شو رايك باللي صار يعني اليوم نحن امام هذا الحدث الاخير اللي صار مؤخرا؟ قديش هذا الشيء عم بياثر سلبا على المجتمع ككل؟ هو له ايجابيه وحده، له كثير سلبيات. له ايجابيه وحده انه للاسف صارت مع اولاد وخطره جدا وبتاثر على حياتهم. منيح في دكاتره مثل الدكتوره زي يعالجون تيتابعوا معهم، لانه هذا بياثر على مدى حياتهم كلهم. بس الشيء الايجابي الوحيد كل وسائل الاعلام في لبنان
وعيت لهيدي المسؤولية، لأنه إحنا كنا نطلع مع وسائل الإعلام يعتبرونا عم نحكي بالوهم. يعني أنا على مدى سنوات 4-5 سنوات الأخيرة بطلع، لأنه ما كان في شيء، ما فيك تخبري، لأنه ما كان أو شيء، ما كانواش يصدقونا. بس الكل كان متوقع، نحن كنا متوقعين ونحكي فيها بشكل علمي بشكل مدروس، وفي بقوى الأمن الداخلي وحدة كاملة عن جرائم الإلكترونية. جريمة جريمة إلكترونية موصوفة متكاملة بعاقب عليها القانون، بس الناس ما كانش تصدق أنه دائما بيقولوا بالفرنساوي سي سون دي شوز كي اريف اوزوت، هو دائما اشي بتصير مع الاخرين ما بتصيرش مع اولادنا، بس مش مزبوط، هي بتصير مع كل اولادنا، نحن اولادنا واحفادنا. كانت كثير قريبه، قربت على بيوتنا، يعني فاتت على حرمه بيتنا، يعني كانوا يقولوا حرمه البيت، خرقت حرمه البيت، التليفون الموبايل خرق حرمه البيت، ودخل على مخدعنا على غرفنا على مطبخنا على كل شيء بشكل وقح، مش بشكل علمي، بشكل واقع. وهذا الشيء اللي الناس بدها تكون محضره لإله. ونحن عندنا برامج بنحطها على الكمبيوتر على التليفونات بنعلم فيها الاهل، اسمها بارنتال جايدنس، يعني اذا البرنامج بيراقب تليفون الولد وبيطفي ساعه ما بده الاهل، وبيدوروا ساعه بيشوفوا شو عم اي برنامج فتح او ما اي برنامج. وهي بدها دوره توعيه، وان شاء الله بحلقات ثانيه اذا نقدر نعمل نشرح شو البارنتال جايدنس سيستم، الاهالي يهتموا ويراقبوا التليفون وما يتخلوا عن دورهم. أتمنى، وفي كثير ناس عم تسمعنا برنامجي مسموع جدا وكثير ناس بتشوفوا، ما تتخلوا عن دوركم كأهل، أنتم مسؤوليتكم كبرى في حماية أولادكم، وبالتالي لما تتخلوا عنا حفاظا على حرمة بيوتنا وحرمة عائلاتنا اللبنانية. الغريب بدي أذكر هون أنه الأهل أمنوا، يعني في كثير من الأهالي وثقوا سلموا التليفون شو هالثقة العمياء بهذا الجهاز؟ يعني يمكن لأنه نحن جايين من مجتمع كنا عبدنا عم نلهث وراء التكنولوجيا وثقنا فيه واعتبرناه هو الأفضل، مع العلم أنه ما تابعنا قديش هو عم بيحاكي عاداتنا وأعرافنا، وهيدي هي كانت المشكلة يا ستنا. نحن كنا نقول من زمان كل شيء فرنجي برنجي، بتعرفي هذا المثل كانوا يقولوا، وهذا الجاي من الغرب معناتها شيء كثير مهم وما في خطأ، وما في خطأ وعلى العمياني بنشتغل فيه. يا ست الكل، هذا البرنامج أو البرامج على مواقع التواصل، أنا ما عم بعمم طبعا في أشياء كثير مهمة، خرقت بيوتنا، خرقت عائلاتنا، أخذت الداتا تبع أولادنا، أخذت الداتا تبع نسائنا وأولادنا ورجالنا وشبابنا وصبايانا. هيدا الداتا نباع بسوق النخاسين. حاليا كل عمرنا نقول بالعالم، نحن وخاصة نحن كمدربين بنقول من يملك المال يملك السلطة، حاليا من يملك الداتا يملك السلطة. هاي الداتا انت عم بتبيعي، هاي الداتا هالمعلومات عم تتاخذ، وما حدا يخمن، وانا عم بوجه للمشاهدين، ما حدا يخمن اذا عملتوا ديليت عن التليفون انه اختفت المعلومه، لانه بضل محفوظه محل ما الاساسي ضلت عنده، ما في شيء بيختفي. انا ما عم برعب الناس، ما في شيء بيختفي. من هيك حسن الاستعمال للجهاز هو اللي بيطمننا بالنا. دكتور، خلونا نفوت لهذا الموضوع، لهذه الظاهرة، هي ظاهرة التيك توك أو فضيحة التيك توك. اليوم ليش الشباب الأكثر عرضة لهذه الظواهر؟ يعني اليوم نحن وسائل التواصل الاجتماعي كلها قابلة للنقاش، مش بس طبعًا التيك توك طبعًا. ليش اليوم هذه الوسائل عم بتشد الفئة الشابة تحديدا؟ بسبب الإغراءات. نعم، لأنه فيها كثير إغراءات. أول شيء حب الظهور عند الناس، يعني هن اشتغلوا، يعني اشتغلوا علم نفس قبل ما بعملوا تيك توك، والدراسات بتقول انه اشتغلوا سنوات الصينيين قبل ما اطلقوا التيك توك، جابوا علماء نفس وعلماء اجتماع وقالوا وين فينا نصيب، وين فينا نشتغل على اي حاجه. اول شيء حب الظهور، يعني ولد عمره 6-7 سنين عم بيصير مليونير، بصير عنده 3-4 مليون واحد فولور، يعني شغله ما كان حدا يتوقعها صارت. يعني انا ولد وهالقد مشهور بالعالم، لعبوا على هيدا الحب الظهور، وبعدين على مواضيع مش ممكن تكون هالقد تافهه، ومواصفين الصينيه وغيرهم من المواقع والهاكرز والعنكب مواصفين ناس تقول برافو، يعني بصير عنده 3-4 ملايين شخص، 5 ملايين ملاحقينه بمصاري. هو شو بيصير؟ عم بيطلع مصاري، يعني صار ربح المالي كمان اغراء ثاني غير حب الظهور، صار في اغراء المالي. طب اغراء المالي ما فيك تديه، خاصه ببلد هلا نحن بوضعنا اللبناني انه وضع دقيق شوي، انه الام والبي بيتخلوا، ما زال ابننا انا من تيك توك عم بقدر اسحب منه 500 دولار بالشهر، 1000 دولار بالشهر، في منهم طلعوا 1000 الدولارات وظيفه. وشو اللي عرضوه؟ عم بيغسلوا اللعبه
او عم بيطبخوا بندوره وخيار وسلطه، يعني ما في شيء له اهميه، بس بداخل كل هالخبريه في سر قطبه مخفيه، هي الداتا اللي عم تتاخد عن هالعائله، عن هيدا البيت، عن هيدا الولد. ولعبوا اخيرا قدروا فاتوا خرقوا بحاجات نفسيه جنسيه عند كتار من الرجال بقضيه البيدوفيلي، لانه هذا شيء موجود كل عمره بالعالم من قديم الزمن لليوم. هلا ثاقبت هيدي هي المشكله النفسيه، النفسيه بهالفضيحه او بهيدي الظاهره، وانا في كثير مشاكل بعد ما بينت هلا طبعا. يعني وانا بقول لك انه الفضايح اللي بعد ما اعلنت اكثر بكثير من هيدي، بعد في اكثر لانه طبعا يعني انا بقول لك يعني احصاءات. الله يبشرك بالخير. لا لا انا بحكي مش عم بشع ولا عم فزع، بس بدنا ننتبه، علينا ننتبه. لا الكل يعني توقع يعني 2023 يعني بال 2023 بوحده جرائم المعلوماتيه بقوى الامن الداخلي 910 حالات ابتزاز رقمي. شو 910 حالات؟ يعني كل يوم كل يوم كل يوم في ثلاث اربع حالات ابتزاز رقمي، بصورك بطريقه غير مقبوله، ببتزك ماديا، بدك تدفعي لي ما بتدفعي لي، رجل او امراه، يعني انا ما عم بقول بس نساء وسيدات صبايا، خاصة صبايا بأعمار معينة بينبسطوا، عفوا على الكلمة، يعرضوا حالهم، يعني أنه والله أنا تسليع المرأة، أنه طب هذا رخصنا الإنسان، رخصنا قيمة الأمرأة، وهذا شيء ممنوع منعا باتا، رخصنا قيمة العلاقة الحلوة بين الرجال والمرأة، الأولاد بطلوا يلعبوا بفرح، عم بيلعبوا بهدف الربح، بهدف الظهور، عن الألعاب اللي بتخصص هذا خطورة الشيء. نعم، خلينا نبتعد عن الظواهر الثانيه اللي جايه اللي ان شاء الله ما بتجي وبدنا خلينا نحكي بموضوع البيدوفيل. طبعا هودي الجماعه او هودي المجموعه ما بعرف هلا علميا هن في بعض التفسيرات بتصنفهم هن مرضى نفسيين كمان. طبعا. تعرضوا سبق وتعرضوا للتحرش. يا ريت نسمع راي علمي من دكتوره رولا، من هو البيدوفيل وقبل هالمرحله وين كانوا؟ البيدوفيل صنف الدي اس ام 4 الدي اس ام 5 الدليل التشخيصي الاحصائي الامريكي، صنف البيدوفيل بانه هو اضطراب جنسي. اذا بدنا نعرف البيدوفيل هو اقامه علاقه جنسيه مع طفل او طفله قاصرين تحت السن يعني، وعاده بيكونوا الذكور عندهم البيدوفيليا اكثر من الاناث، وبيروحوا الذكور على إقامة هالعلاقة الجنسية مع ذكر من نفس الجنس، ما بيفضلوا الفتاة لأنه بيخافوا من النتائج المترتبة على إقامة هالعلاقة مع فتاة قاصرة. طبعا البيدوفيل هي اللي بيقوم بهالتصرف هيدا هو بيعاني من اضطراب نفسي، من اضطرابات عاطفية. المتحرش اللي هو بيعمل هالعلاقة الشاذة والغير سوية مع الطفل، والطفل اللي هو المتحرش به واللي عرفت الأمم المتحدة باتفاقية حقوق الطفل عرب العام 1990 بالمادة الأولى، عرفته بأنه هو كل إنسان تحت 18 سنة وما بلغ بعد سن الرشد. فالبيدوفيليا يعني هي ظاهرة شاذة، سلوك منحرف وشاذ جنسياً، وبنم عن شخص مضطرب عاطفيا ومضطرب سلوكيا. نعم، وشو اسبابها دكتوره؟ هلا بالنسبه للبيدوفيليا يعني فسر ممكن تكون هي ضروره اشباع حاجه جنسيه ما عم تشبع ضمن السياق الطبيعي لها، وبكل الاحوال هي بالعلاقه الطبيعيه، وبكل الاحوال هي البيدوفيليا في ناس فسروها بانها هي امتداد ل ثقافة حضارية قديمة، الإغريق القدامى كان عندهم ظاهرة البيدوفيلي وكانوا يعملوا علاقات مع الغلمان اللي هن كان يجذبهم فيه الصفات الأنثوية عند هالغلمان هودي، والصفات النفسية مثل الخجل والحياء والحاجة إلى التعلم، الحاجة إلى الحماية، حبوا يحسوا بالتفوق. صحيح صحيح. وحتى البيدوفيلي ممكن كثير يعني في عندنا جزء من الناس اللي عندهم هالاضطراب هيدا هن اشخاص بيعانوا من ضعف جنسي او عنه جنسيه، فبيروحوا بيتوجهوا بعلاقاتهم ممارسه العلاقات الجنسيه مع اطفال لحتى ما يظهروا عن العجز تبعهم. وحتى في قسم تعويض عن عقدة تعويض يعني. صحيح. وحتى في ناس في الاشخاص كمان قسم منهم
بيكونوا ايضا عندهم بعض الاضطرابات، فبيحاولوا انه هن ما يعني ما بيناسبهم انهم يعملوا علاقه جنسيه طبيعيه، فبيروحوا على الاحداث ليعملوا لحتى يخبوا، وبالتالي بيخففوا الطفل ما بيعرف يفسر شو عم بيصير. صحيح، وبالتالي بيخففوا من الصراعات النفسيه اللي ممكن تصير عندهم بعد ممارسه العلاقه الجنسيه. نعم، احنا بدنا نتشكرك على المعلومات القيمه، كثير مهم نعرفها. هذا الشيء كلها مرتبطه بال صحيح، يعني صحيح. هي كلها مرتبطه بالعلاقه الطبيعيه، لما يكون في خلل بالعلاقه الطبيعيه مزبوط. يعني حتى في بعض النظريات بتقول انه الشخص اللي عنده هالاضطراب هو تعرض، يعني هو بيعتبروا انه هذا الاضطراب هو سمه مكتسبه للغريزه الجنسيه، وبما وبانه هالشخص هيدا تعرض بطفولته لحدث شاذ، هيدا الحدث الشاذ تناساه، يعني راح على الذاكره اللاشعوريه، ولكن هو ممكن بأي وقت يرجع يستدعي هيدا الحدث ويرجع يمارسه، خاصة إذا توفرت ظروف خارجية مثل الإقامة بالسجون، مثل إنه يعيش مع أشخاص من نفس الجنس تبعه، أو التيك توك مثل اللي صار هلأ. توقف مع بريك صغير دكتورة، بنرجع منتابع معك عوامل اللي بتدفع الفرد إنه يكون بيدوفيل. دكتور دال، نحن كمان اليوم امام ظاهره ثانيه كمان هيك بينت مع ظاهره التيك توكرز، هي الالعاب الالكترونيه. نعم، يعني اليوم عم نشوف كمان الطفاله اللي هن بهيدا العمر اللي هن عندهم كمان ادمان اذا فينا نقول على الالعاب الالكترونيه، صارت حياتهم اذا عم يتعلموا علم وجيمز. فقد اليوم وكمان اخر التحقيقات اللي توصلوا لها انه من خلال الجيمز عم بيقدروا يتعرفوا على شباب كمان بيدوفيل، وعم بيصطادون من هيدي المصيده لا يرجعوا يروحوا على صفحات تانية وعلى شبكات تانية، كمان ليوقعوا ضحيه نفس المشكله، كمان هيدي موضوع تاني. فقد اليوم الادمان على هيدي الالعاب الالكترونيه خطر بوقت ما نحن عم نلعب مع اشخاص ما بنعرفهم. بلشتي بالحديث بجمله بدنا نعكسها شوي، قلتي علم وجيمز. نعم، حاليا هن جيمز وشويه علم. قلبت المقاييس يعني. نعم، الاولاد كنا نحن ونحن وصغار او نحن من اعماركم او من اعمارنا، كنا وين كان ساحه اللعب؟ ساحه اللعب بالساحه، ننزل نلعب نقضي وقت وكلمات. هلا الام تتريح حالها، وهذا خطوره الموضوع، بتعطي هالموبايل للولد من عمر سنتين، وفي منهم اقل كمان، بس اكثر شيء من عمر 3 سنين وما فوق، بصير الولد عشقان ما زي يعلم، وبصيروا يتباروا، يعني بصيروا يتباروا بجيمز، انه مين بعلي اكثر سكور، اي وفي العاب بتعلم الولد على القتل، على السرقه، على انه تيطلع بطل لازم يكون هو قتل اكثر عدد ممكن الناس. طيب هودي الناس بالاريير بونسي باللاوعي تبعهم بخلفيتهم عم بتحول هالناس لمجرمين، ما الناس عم تقتل، يعني ولد عمره 16 او 15 سنه بيحمل سلاح مثل بامريكا، بفوت على المدرسه بيقتل كله، او بيضرب بالسكين او بيضرب بالخنجر. طيب هذا من وين اجت هالفكره؟ هالفكرة ما كانت موجودة، هيدا من الصور اللي عم تطبع. نعم، بلس بالجيمز، وتبين نحن كمتخصصين بيبعثوا صور، الصورة هي 24 ب 24 بثانية، طبعا المصورين معنا بيفهموا عن شو عم نحكي تقنيا، بيبعثوا عدد معين من الفريم، صور صور صور، بيدخلوا فيهم 6-7 صور إجراميات ما بينتبه إلا الذاكرة الباطنية. نعم، بتحفظ الصورة الإجرامية بشكل حلو كثير، انه فرح وبحر وسماء وكل لعبه حلوه وبيعربش وبيطلع، وهودي بينبسط فيهم الولد، بس هو من جوا عم بيتاكل ذكاء بشكل يقدر يحفظ هاي الصوره الاجراميه والخطيره. ايه، وبالتالي العلاقات بتصير، يعني انه هو مثلا بيروح خبر امه، ولا انا عندي فريند اسمه ما بعرف وات ايفر اكس ايجريك زد ببوليفيا، هي انت بتعرف منو هيدا؟ او انا عندي فريند بالارجنتين، انت وين يعني؟ او دول يعني مشبوهه حكما، او بالصين او بكوريا او بروسيا. طب هذا الاولاد نحن ما علمناهم يحموا حالهم، ولا بدنا يعني، واكثر العائلات للاسف طبعا منا كثير كلها مش معلمه بهذا الدومين، يمكن يكون معه شهادات عليا باختصاصه البي او الام، بس مش بهذا المجال. يعني هذا المجال بده توعيه، بده ادراك، بده فهم، بده استيعاب، بده حمايه. يعني الولد قد ما بتعطيه بيلعب، يعني اذا بتعطيه التليفون كل النهار بده يلعب كل النهار، شو بيتاثر معهم؟ اذا ما انت ضبعت اثنين، ما عاد عندنا بسيستمنا لا اخلاق اللي عايشين فيه حاليا شيء اسمه ثواب وعقاب، ما فيها تضل الناس ما تتعاقب. يعني هاي اول مره كتيك توكرز اللي صار
والفضيحة المدوية اللي زعجت كل اللبنانيين وأثرت على علاقاتهم مع بعضهم، صاروا يشكوا ببعضهم وشكوا بأولادهم وكل ما يلزم. حسناتها أنه بلش العقاب، يعني بلشت الضباط بالقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة تعمل حركة مباشرة قاسية، مع أنه أنا بوجه لهم كل التحية لأنه ما بيهدوا. آلاف الدعاوى وآلاف القصص اليومية بموضوع مواقع التواصل، بس مواقع التواصل هيدي التيك توك موجود بالعالم كله، عملوه الصينية بالملايين، بالملايين، وأفلام وأفلام خلاعية وصور. أنا ولد عمره 5 سنين، شو بدي فهمه عن العلاقة الجنسية؟ شو ممكن أنا أشرح له؟ يعني ما هو صار يعني عم بيشوف مشاهد ما كنا شو نشوفه نحن بعمر 17 و18 سنة، يعني فرق 14 سنة منا هينة تيستوعب جسمه بعد ما بيعرف جسمه، يعني بعد ما بيعرف شو بيعمل جسمه، وبالتالي فرجيتيه مشهد غريب عجيب عنه. طب هو بالانكونسيون تبع الولد مثل الدكتوره بتعرف اكثر، موجود اللذه الجنسيه حكما، يعني هيدا شيء من جسمنا موجود بجسمنا حكما، والولد الصغير بيمسط فيه لانه ما بيعرف شو قيمته، شو بيكتشف، شو بيكتشف، عم يكتشف جسمه. نحن كيف بدنا نحميه؟ العيب خطره طبعا، انا ما عم برعب ولا عم بدي فزع، ضلكم استعملوا الاجهزه بالعكس كثير مهمه، والتليفونات والموبايل، بس بس بدها كنترول، بدنا نراقب، بدنا نراقب شو عم نعمل، بس مش اكثر من هيك، بدها مراقبه تما يتحول لادمان، اثنين تما نخسر اولادنا. لانه في حالات بلبنان لم يعلن عنها بس صار عندنا انتحار، يعني صار عندنا حالات انتحار، تعرضوا للتنمر او تعرضوا للبولينج بشكل قاسي جدا، ينتحروا، او للتشالنجز على مواقع التواصل، حط كيس النايلون برقبتك وفرجيني قديش بتضلك مضايم بلا اكسجين. طب ما عندنا ناس، انا مدير شركه تامين، نحن 2023 عندنا بمنطقه المتن لوحدها 6 شباب توفوا بالتشالنجز تبع التيك توك، 6 شباب وصبايا اعمار بين 14 و16 سنه. طب وين بتروح؟ شو بدك؟ والاهل شو بده يقولوا؟ انه وقف قلبه، شو بده يخبروا؟ انه حاطط كيس نايلون برقبته، او ما فهمناه، او ما فهم حد لهون بيوصل، ايه وين بيوصل هذا الموضوع؟ ما يلوموش حالهم، عم بيقولوا غير سبب. يا اخوان، يا حبايب، يا اهلنا، يا حبايب، نحن اهل، وانا جد وعندي احفاد بخاف عليهم من رموش، برموش عيني بحميهم، مجبور احميهم برموش عيني، بس مجبور علمهم. انا دوري كمربي كبي وام ما اتخلى عن دوري، دورنا نحمي اولادنا واحفادنا. دكتور رولا، امام هيدي الدعوه اللي بلشنا فيها كان مخلينا لاخر الوقت، بس ما فينا نبلش ما نعطي توجيهات وتوعي من الاول. قديش نحن محمسين على هيدا الموضوع، بالفعل كل اللبنانيين متاثرين. دكتور رولا، نحن اليوم اذا شاب او طفل، انا ما عم بقول له احداث، عم بقول له عنه طفل، بيبقى طفل تعرض للتحرش، كيف فينا نحن نعرف انه هذا الانسان عم تعرض للتحرش ومن ثم الابتزاز خلال سلوكياته وسماته؟ اولا تعليقا على الكلام اللي تفضل فيه الدكتور، في انا دراسه حديثه قريتها من فتره بعربي نت، بهالدراسه بتقول انه سوء اداره الاهل وسوء استخدام الانترنت من قبل الاطفال ادى لوقوع عشرات الالاف من الضحايا اللي هن اطفال ضحايا التحرش الجنسي، و82% من هالتحرش صارت باماكن غير متوقعه، يعني لا الطفل بيتوقع انه فيها بهالمكان يتعرض لتحرش جنسي، ولا الاهل بيتوقعوا انه بهالاماكن هيدي يتعرض اولادهم لتحرش جنسي. والاكثر من هيك انه المتحرشين مكان امن، والاكثر من هيك انه المتحرشين هم على صله بالاطفال، يعني هن من القرايب او من الناس اللي بيعرفوا الاطفال وبيعرفوا اهالي هودي الاطفال، فهذا الشيء بيوثقوا فيهم، فهذا شيء كثير اذا بيوثقوا فيهم هيك كيف ما بيوثقوا؟ صحيح. فاليوم بالنسبه للسؤال اللي عم تطرحيه دكتوره، في نقطه مهمه انه نحن الطفل لما بيتعرض لتحرش جنسي كيف فينا نعرف شو هي المؤشرات؟ في عندنا مؤشرات على مستويين، عندنا المؤشرات الجسديه والمؤشرات النفسيه. المؤشرات الجسديه معلا رح نحكي فيها، الطفل بصير يشتكي، ما بيعود قادر يمشي مظبوط، بنشوفه حتى كمان طريقه جلوسه صار عنده صعوبه بالمشي، عنده صعوبه بالجلوس، بنشوف انه بعض بقع الدم على التيبو الداخليه، بنشوف انه صار في تقرحات بالمنطقه التناسليه، بيشتكي من اوجاع،
أما بالنسبة للمؤشرات النفسية بنلاحظ أنه هالطفل تغيرت شخصيته، يعني كان بالأول طفل نشيط يلعب يركض، أصبح طفل هادي شارد معظم الوقت، صار حزين مكتئب، صار بيسأل أسئلة عن المواضيع الجنسية، أو حتى أحياناً بصير يسمي أعضاء جسمه تسميات أول مرة بنسمع فيها، يعني منا موجودة ما بنستعملها نحن كأهل، بصير يسمي جسمه بأسماء جديدة منا سامعينها قبل ولا متداول منا متداولة عندنا بالبيت. نشوف كمان هالطفل بصير يخاف يرعب، ممكن كمان يعمل نوع من النكوص، يعني يصير في عنده تبول ليلي لا إرادي، يصير عنده قلق كويبيس، بيتراجع بالمدرسة تبعته، بيحكي لنا عن أصحاب كبار بالعمر، أصحاب جداد كبار بالعمر. فهودي المؤشرات لازم ينتبهوا الأهل على لحتى يتدخلوا بشكل مظبوط. وأحيانا كمان بنصير نشوف على جسم الطفل بعض الكدمات اللي ما لها تفسير، يعني ما بنعرف من شو هالكدمات موجودة على جسم الطفل. هلأ في أطفال بيحكوا لأهاليهم شو عم يصير معهم، وفي أطفال بيخبوا، والأخطر من هيك أنه الطفل أحيانا بيوصل لمحل بيستلز بالشيء اللي عم يصير، مثل ما تفضل الدكتور وقال أنه الطفل عنده هالغريزة الجنسية، وأساسا في عنا نمو نفسي جنسي ببلش من لما بيخلق الطفل لمرحلة النضج. بمراحل النمو النفسي الجنسي إذا تعرض الطفل لخبرة شاذة أو لحدث صادم بحياته، فهذا بيعمل له مشاكل فيما بعد على مستوى الهوية الجنسية تبعته. ممكن يدمن على هذا الموضوع دكتورة؟ طبعا ممكن يدمن على هذا الموضوع. لهيك هون عم نقول أنه الأهل لازم ينتبهوا، ولما بيشوفوا أنه الولد عم يتعرض لتحرش جنسي وما عم يشتكي وكشفوا هن هالموضوع هيدا، أول شيء لازم يتحروا عنه أنه ليش الطفل ساكت عن هالموضوع، ليش رضيان بهالموضوع هيدا، ولازم يعدوا يفهموا يتناقشوا هن وياه أنه شو الخطأ بهيدا السلوك، ليش هيدا السلوك هو غلط، يوعوه على التحرش الجنسي وشو هن عواقبه، شو هي الأخطار اللي ممكن يقع فيها الطفل ويقعوا فيها الأهل فيما بعد. فطبعا الاهل بدهم يكونوا واعيين، يعني اليوم في برامج بتتنزل بنقدر نراقب بالمواقع اللي عم يفوت عليها الطفل، في الاهل من وقت للتاني يعملوا تشيك اب على الفولدر اللي بتنزل فيه المواقع اللي عم يزورها الطفل من وقت للتاني لحتى يكونوا اكيدين. في كمان يحجبوا الاكونت او المواقع الاباحيه والسيئه على الطفل حتى لا ما يقدر يفوت عليها. دائما متناول الاولاد بس نعمل تأمين، يعني يتحدد الوقت اللي بيكون فيها التليفون بين ايدين الاولاد ويقدروا الاهل يعرفوا انه شو هن المواقع اللي عم يفوت عليها الطفل. نعم دكتور دال صار انه مش بس الاهل، في دور للمدارس طبعا. المدرسه بتلعب دور، المدرسه كمان بصفوف الصغيره كمان لازم ينعمل لهم دورات للاساتذه، يمكن لانه كمان هن منهم مؤهلين. نعم. بواسطه العالم التقني والعالم النفسي هلا ويندمجوا مع بعضهم تينعلمهم كيف بيشو كيف بيعلموهم بطريقه غير مباشره، لانه في جيمز حلوه كثير بتعلمك تحمي حالك من من الجيمز الخطره. فلازم الاهل نحن بنعلم كمان، نحن من ضمن برامجنا بنعلم الاساتذه السيدات والاساتذه بالصفوف الصغيره هالتكنولوجي، هذه التكنولوجي بتجي بطريقه حلوه، فالولد مبسوط انه هو عم يعرف يدافع عن نفسه لانه بيعتبرها جيم، انه انا بعرف ادافع عن نفسي، في شيء غلط انا بعرف احمي حاله، بيمسك الولد انه هو صار عنده شخصيه الحمايه. نعم. وبالتالي ضروري المدارس تعتمد البرامج والمناهج لعين الاهل ضلها سهرانه وعين الاساتذه ضلها سهرانه. الادوكاسيون سيكسويال التربيه الجنسيه اللي هي بتوعي الاولاد على بتعطي الجنس بطريقه صحيحه، يعني بتوعيهم على المعلومات، بيستحوا انه يحكوا بامور الجنسيه بعد وهذا شيء غلط، بعد فيه موجود هيدا شيء خجل، والولد عم يتعرف عليه من مصادر منا موثوقه من مصادر غير صحيحه. نعم. في مجتمعات بعدها بلبنان مغلقه، ما تنسوا محافظه كثير مش شو، وبالتالي انفتح على غير عالم كليا، اكتشف شيء ما كان حدا يحكي فيه بالبيت يعني ابدا. نعم. وبالتالي بيتفاجئ بيمسط لانه هذا
بصير يقول هذا السر تبعي، اتس سيكرت، مبسوط فيه يعني. واللي اعتدى علي بيقول له انا وياك بدنا نعمل شيء بالسر، هذا شيء سر بيني وبينك. ويمكن يعطيه باغراء مادي، اغراء ما بعرف حلويات، اغراء وات ايفر اللي هن، هذا الاغراء بيمسط في الولد من حيث لا يدري، يعني ما عنده هل... من باب بهمه للولد، بهمه للولد خاصه طبعا. اذا كان الطفل عم يعني في، خاصه اذا كان الطفل عنده بعض الاحتياجات اللي الاهل ما عم يامنوا له اياها، يعني اذا كان عندهم وضع اقتصادي متدني ما قادرين يامنوا له احتياجات بالفعل. الطفل فيمكن يروح على تقبل الهدايا والاغراءات اللي بتجي من عبر الانترنت، عشان يمكن بيسكت احيانا طبعا الطفل، لانه بصير شريك من حيث لا يدري، بصير شريك دون ما يعرف، واحيانا يهدد الطفل وكمان يتعرض للتهديد. دكتور دقل، اليوم نحن كمان من جهه في نقص وفي حاجه، ولبنان مرق بكثير ازمات اقتصاديه واجتماعيه، ومن جهه ثانيه في عالم اغراء اليوم هو نفسه هيدا الجهاز الفيسبوك والتيك توك والانستغرام، في شيء عم بشده للولد اليوم، في مغريات كثيره، قد هذا الشيء بياثر سلبا انه الولد يكون عم يسكت وعم بيكون جزء من هالجريمه، هي مجتمعه الاركان، ويكفي فتره طويله. يعني كمان من ضمن الموقوفين في اشخاص لهم فتره طويله، ويمكن في بعض التصريحات طلعت انه حتى المتورطين هن ضحايا، لانه هن كانوا بحاجه كان بهذا الوقت، وهن كمان وصلوا لمرحله نفسيه صعبه، وكمان هن عندهم شعور بالذنب وعندهم كمان تبريراتهم. بس نعيش بمرحله ازمات، يعني علم النفس بيقول، يعني انا بالاذن بس انا شوي مطلع، طبعا هي دكتوره بس انا بحكم الشغل، بحكم نوع العمل اللي انا بقوم فيه، انا كمان مربي، انا مدير مدارس وبدرب واستاذ جامعي، بعرف انه عم بعاني كمان مع هالطلاب كبار وصغار، يعني نفس الشيء. بس يكون في ازمات بالعالم كله، ازمه بمنطقه معينه، ازمه عسكريه، ازمه ماديه، ازمه اقتصاديه، انهيارات، الناس بتشوف، يعني الاولاد ما هن شركاء بالبيت، موجودين مع الاهل، بيحضروا تلفزيون، بيسمعوا تعليقات الاهل، كل ما يزم بحس انه اذا قدر امن لهم لهو يشيل همه عن امه وبيه المادي، انه هو عمل عمل جبار، انه قدر امن 50 دولار راح اشترى فيهم، بالنسبه اهله يمكن كانوا عم بيساعد اهله، هو بالنسبه له ايجابي مش سلبي اللي عم يعمله، من خلال، عفوا على الكلمه، بيع الجسد، يعني يعني بطل هي اعتداء، في اوقات هي بيع، يعني عمليه بيع وشراء، هالقد القصه دقيقه وحساسه. نعم، بدنا ننتبه على العلاقه، الاهل لهم دور مهم، الوضع رح يضل، يعني هالوضع النفسي اللي عم نعيشه كلبنانيين، عم نحكي نحن عن وطننا ونحن بنحبه ونعبده ونعشقه، والناس عندها حالات صعبه جدا، بدها نروق على حالنا شوي، نحن ناس مؤمنين، كلنا مؤمنين، نروح على ايماننا، يعني بدنا نتفت رواق الولد، نكون رفيقنا مش نكون ضده، لانه بس نجي ضده بينفر الولد. وهلا اذا بتعطي، انا بدي اسالك سؤال حضرتك، اذا اعطيتي ولد هلا عمره 3 سنين سيلولير ضل معه ساعه او ساعتين، حاولي اشطيه، بيعمل اكبر مشكل. فكيف اذا قعد معه ايام وايام وايام وتعود عليه بشكل دويم، وما بنعرف وين عم بفوت وين عم بيجي وين عم بيروح بهذا العالم الافتراضي الذي لا ينتهي، موجود لا ينتهي، يعني وصار يعرفوا اكثر منا باشياء كثير. طيب بدنا نتفر روق على حالنا، نستعمل الاجهزه بطريقه علميه سليمه، مع المحافظه على الفرح، الولد بحق له الفرح، ما قلنا حق نحرمه من اللعب، ما قلنا حق نحرمه من الفرح اللي بيعيشه، لانه هذا ولد اذا ما عايش طفولته بيكون بيطلع شخص كبير سيء، لانه طفولته بيقولوا هذا ولا كان عايش طفوله رائعه، عايش طفوله سيئه بده يعاني منها، وعانوا اولاده منها، يعني لانه نحن اون بروسيت بار ايميتاسيون، يعني الولد مثل ما بيشوف اهله سيئين او عندهم علاقات سيئه بيورطها لاولاده، وهو كمان عايش مرحله سيئه كمان بتنعكس على اولاده. ما فينا نضل اجيالنا عايشه بعلامات استفهام، مش عارفين حالنا شو وضعنا. طبعا انا ما عم بعمم، في عيال كثير بتراقب، في عيال كثير مميزه، في اهالي حقيقة مشرفين على أولادهم، في بعض العائلات عامل توعية وعامل إدراك، وبيعتبروا الجيم اللي بيشاركوا فيها مع أولادهم بيعملوها تحديات مهضومة، وبالتالي بس هيدا بدها كمان وعي رقمي، يعني كمان بدها توعية رقمية. ونحن بالجمعية بشبكة التحول والحوكمة الرقمية، من وقت تأسيسها من 5 سنوات، انا والفريق العمل اللي معنا والخبراء برمنا العالم، برمنا لبنان كله من جنوبه، وما زلنا جاهزين، اي مؤسسه تربويه عم نعرض من خلال برنامجك العظيم اللي بيوصل لكل الناس، نحن جاهزين نعمل دورات توعيه
بالمدارس للاساتذه وللاهالي، اجمعوا الاهالي بالبلديات بالدور العبادي وين ما كان، هيدا مسؤوليه وطنيه. لانه اي ولد بنخسره ما فينا نجيب محله. يعني هالولد خساره، يعني حاطين دم قلبنا تجيبنا ولد بنخسره بلحظه لانه نحن ما انتبهنا. دورنا مسؤوليتنا كبير كثير انه نحافظ على اولادنا وعلى احفادنا. حضرتكم كشبكه تحول كان عندكم دور فاعل بهيدي الايام طبعاً. كانت بلشت من 5 سنين ونزلتوا كمان بيان طبعا هلا بعد شوي حيطلع معنا. شو كان ابرز المقررات اللي طلعتوا فيها؟ نحن عرضنا وما زلنا كنا قبل وما زلنا مع كل ابتداء من وزاره التربيه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره الصحه، لان الثلاثتهم مسؤولين عن هذا الموضوع مباشره. عن نحن مستعدين خبراء شبكه التحول والحوكمه الرقميه، نحن منضم عدد كثير كبير، يعني نحن عندنا 162 جمعيه او مؤسسه تابعة للشبكة بتضم تقريبا حوالي شي 8000 شخص خبير، منهم 5000 فاعلين بهذا المجال مباشرة بعالم الألعاب والتيك توك والجيمز والإدارات والتنظيمات. هالخبراء مستعدين يقدموا خبرة ووقت وجهد للتدريب. عرضنا على وزارة التربية، وهلا وزارة التربية عم تقوم بتحضير توعية، برامج توعوية مشكورة. قوى الأمن الداخلي أعلنت اليوم برنامج شامل كامل أمن أولادكم، يعني أمنوا على أولادكم، اليوم أعلنته كمان برنامج مهم ونحن متعاونين معهم ومشكورين لهالدور اللي عم بيقوموا فيه، يعني وحدة جرائم المعلوماتية. كمان وزارة الصحة مسؤولة لأنه هذا كمان من ضمن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنه هن بيقدروا يوصلوا. يعني في ناس ما عندها أهل، في أولاد يتامى، في أولاد عندهم أوضاع صعبة، ما عندهم أهل يرقبون، محطوطين بمأوى، معدوم بمأوى عاجل، بمأوى أطفال أو ببيوت للراحة أو whatever، ما عندهم أهل، يعني أهلهم مش موجودين، طيب مين بيهتم فيهم؟ عندنا أشخاص ذوي احتياجات خاصة، كمان في خطورة عليهم لأنه هؤلاء أقل حصانة من غيرهم، وبتعينهم معرضين أكثر لهذا الموضوع. دكتور دال رح نتوقف مع بريك صغير، وأكيد رح نرجع نتابع معك بنشاط اللي عم تقوموا فيه، ونحن كمان عرفنا أنه كان عندكم إدانة من شبكة التحول والحوكمة بضرورة الالتفاف وحول العائلة، وأجبرت العائلة وطلبت منها أن تكون دائما موجودة بكل الخطوات الرقمية اللي ممكن يكون عم بيقوم فيها الطالب أو الفرد. اياد وابو اياد يعطيكم العافيه. انا شخصيا عرفت عن هيدي الفكره الجديده بحمله التوعيه اللي اطلقتوها اليوم بهذا المعرض، ومثل ما بتعرفوا انه برنامجي بيهتم بالسوشيال ميديا، تحديدا نحن اليوم كمؤسسات اعلاميه وانتم كانفلونسر دوركم فعال كيف ناثر بهذا الجيل يكون عم بيحافظوا هن واهاليهم على هذا المكان الامن. خبرنا اكثر عن هالفكره اياد. صح، نحن اول شيء جينا لهون عمل نعرض الشغلة صراحه اول شيء، يعني اهم شيء. وثاني شيء لنطلق الحملة توعية حملة التوعية على الانترنت وعلى هي كيف نحول الانترنت لمكان آمن لأطفالنا. قد مهم المكان الآمن أبو إياد؟ أبو إياد كيف حافظ على عائلة اللبنانية؟ نحن أول ما بلشنا من أول سكتش ونحن محافظين على الصغير والكبير والمقمط بالسوري بيحضر. أوه بلشت لمصير، يعني أنتم من ميلي بدكم تيك توك، عالمكم التيك توك نفس الوقت في ام في سكيورتي دائما لازم تبقى موجوده. طبعا لانه بالنهايه يعني انه يمكن يعني اولاد خالاتي واولاد المخرج واولاد كل واحد منا كمان عم يحضر فيديوهات، فنحن بنأثر بغيرنا كمان عم نأثر على عائلتنا. وهذا الشيء نحن ماشيين فيه من اول سكتشاتنا، انه دائما نترك رساله نظيفه، يعني حتى موضوع التدخين وقفناه بالسكتشات لهالدرجه، فمسؤوليه بنفس الوقت وان شاء الله. يعني على اي توقع المسؤوليه اياد؟ في رساله، في دعوه للاهالي انه يتبقوا الاولاد؟ طبعا اول شيء دعوه لكل شخص، انت شو عم تحضر؟ هي هيدا الاساس. مين عم تحضر؟ مين عم تحضر؟ مين عم تدعم؟ لانه هيدا المشهور يلي الناس ما عم بتحبه، طب ما هو انشهر لانه في ناس بتحبه. فاذا ما لازم ندعمه من الاول لانه هيدا خربان بيوت. ويحضروا اياد وابو اياد. يعني مثلا انا اذا حبيت كيف وصفتوا هذا المعرض الصناعي، دعم صناعتنا ودعم امننا الاسري بالمرتبه الاولى. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. اهلا وسهلا. وبندعي نحن كل واحد على السوشيال ميديا صانع محتوى يحضر الفيديو مش بس 100 مره، 1000 مره، انه في ناس كثير عم تتاثر فيه، ينتبه كثير لهالشغله، لان في بيوت عم تنخرب ورا هالشغله.
خلونا هيك آخر فكرة نبلشها خطوات علاجية وتوعية، هيك نغير شوي الأجواء. ومثل ما نعرف برنامجنا هو توعوي بالدرجة الأولى. دكتور رولا، من بعد ما صارت هيدي الجريمة، شو دور المعالج النفسي اليوم بالطفل اللي تعرض للتحرش؟ هلا اليوم اكيد مثل ما قلنا من شوي انه كمان الاسره عندها دور والمعالج النفسي كمان عنده دور. اذا بدك بالنسبه للاسره بالاول لازم توعي الطفل على هالقضيه، هيدي قضيه التحرش الجنسي، يكون في وقايه من هالموضوع هيدا. بالأم مينيمو يعني الاسره تعلم الطفل كيف يقدر يلقط حيل الناس المتحرشين فيه، بمعنى انه هو ما يقبل اي هدايا، اي اغراءات من اشخاص ما بيعرفهم، ما يقدم بياناته ومعلوماته الشخصيه اذا انطلبت منه، حتى كمان صوره، حتى الاهم من هيك انه ما يوصل لما بيتعرض الطفل للتحرش كيف يقدر يتعامل مع هالموقف هيدا. فلازم نحن نعلم الطفل كيف هو يتجنب التعرض للتحرش من خلال تجنب الاماكن المشتبهه اللي ممكن يصير فيها هالحوادث، هي مثل الاماكن المزدحمه على الانترنت او حتى اليوم القضيه اللي صارت كمان صارت ب يعني عم بتصير كمان بمحلات هي بتبلش من التليفون بتنتقل للعالم. فكمان انه نعلم الطفل انه لازم يتجنب الاماكن المشتبهه اللي ممكن تصير فيها هيدي القصص، مثل الاماكن المزدحمه او الاماكن المغلقه او المنعزله. نعلم الطفل كيف يقاوم انه لما بيتعرض لحدا بيتجاوز الحدود معه كيف يعرف يقول كلمة لا، يعني كيف يعرف يقول كلمة لا بنبرة حازمة رادعة، وكيف يهدد الشخص اللي عم يتعرض له، يهدده انه بده يشتكي عليه او انه يعني يفضحه، كيف يهرب، كيف يستغيث. يعني لازم الطفل اليوم لما بيتعرض لهالمواقف يعرف يقول لا، يعرف يهرب، بيتجنب هيدي المواقف. هلا طبعا المعالج النفسي اذا كانت صارت الحادثه وتعرض الطفل للتحرش، في عندنا عده امور بيقوم فيها المعالج النفسي. اولا يعني رح نحكي نحن بالمواساة، بمعنى انه التعاطف مع الطفل، التعاطف مع الضحيه، احتوائه، صحيح، احتوائه وشعاره بالامن والطمانينه. الطفل دائما بحب الكلمات اللي فيها مواساة، بس هي الكلمات المباشره البسيطه اللي ما بده يعمل فور انتلكتويال ليقدر يفهمها. يعني مثلا انا نحن بنحبك، نحن جنبك، بالفعل نحن جنبك، نحن موجودين لندعمك، لنقدم لك المساعدة. منيح كمان أنه نرفه عن الطفل، يعني ناخده محلات ليرفه فيها عن نفسه. كمان الدراسات بشكل مباشر، صحيح، الدراسات أثبتت أنه قراءة القصص للأطفال بتطلعهم من الصدمة اللي عايشوها بهالتجربة هيدي. وأيضا الطفل لازم يعني نحن دائما نساعده انه هو يطلع من هالقصص اللي صارت معه. بيطلع من هالحاله دكتوره الطفل؟ ونحن بنقول انه كل الطرق اللي بتفسح للطفل يحكي عن تجربته المؤلمه هي طرق بتخلصه من هالحزن والالم، وهي طرق بتساعده. هلا اكيد في العلاج السلوكي، في عندنا العلاج المعرفي، العلاج التحليلي، كل هودي فيهم يستخدمون المعالج النفسي مع الطفل لحتى يساعده. هون بدي ركز على نقطه كثير مهمه بالنسبه للاهل، انه وقت اللي تعرض الطفل لهيك موضوع ما لازم نكون قاسين مع الولد، بمعنى انه نعاقبه، نحسسه بالذنب لانه تعرض للتحرش، نلومه لانه ما دافع عن نفسه، ننظر له نظره احتقار او نحط من شانه او نهمشه. اكيد مهم انه نحن نلغي رقم التليفون اللي معه ونستبدل له اياه اكيد برقم جديد. مهم انه نحن نفرض يعني متابعه عليه ورقابه، ولكن اهم شيء انه ما نحسسه انه هو مذنب ونحسسه بالمسؤوليه عن اللي صار. لازم نوعيه على هالموضوع، نملأ له وقت فراغه باشياء هادفه، بانشطه رياضيه، بالعاب ليرفه فيها عن نفسه. ودائما نحن بنقول انه الفراغ هو اللي كمان بيأدي، يعني هم بعض الاسباب اللي بتأدي انه الطفل يقعد ثلاث ارباع وقته على التليفون.
دائما كمان لازم نشجع الطفل على البقاء في كنف العائله. يعني اليوم الطفل معك بالبيت بس بكى انه بالبيت قاعد بمنزوي بغرفته على التليفون كل ثلاث ارباع وقته، فهيدي نقطه كثير مهمه انه نشجع الاطفال يكونوا معنا مش منزويين ومنعزلين لحالهم، مش معنا بس جسديا، مش معنا بس جسديا، يكونوا عن جد عم يتفاعلوا معنا. اليوم انت حضرتك قلتي انه الأهل ما عندهم الجرأة يطرحوا هيك موضوع مع أولادهم، كمان في عنا نقطة تانية إنه مش بس ما عندهم الجرأة ما عندهم الوقت. يعني اليوم انشغال الأهل عن أولادهم، والأهل إنه مطمنين بالهم إنه خلص ابني عم يلعب جيمز على التليفون أو إنه هو بالبيت، يعني منه برا، بفضلوا إنه يكون بالبيت على الموبايل ما بعرف مع مين، أحسن ما إنه يكون برا مع رفقاته أو أحسن ما إنه يكون برا عم يمارس لعبة رياضية معينة. فهي لازم ننتبه لها اكيد. بدنا نتشكرك دكتور رولا على هيدي النصائح. شكرا لكم. دكتور دال، نحن كمان بهمنا رايك بهذا الموضوع كنداء اخير كناشط بالمجتمع المدني والاهلي وايضا كامين سر بشبكه التحول والحوكمه، نداء اخير ايجابي لكل طبعاً الناس اللي عم بيشاهدونا واللي بدي اكمل الفكره اللي اطلقتها الدكتوره. المرض المقبل بالعالم اللي بده يطغى على الكل هو التوحد. نعم. سببه الانطواء اللي بيكون فيه الولد هو وهذا الجهاز، بيفوت بهذا العالم ويبقى فيه، بس يفوت بهذا العالم ويبقى فيه ساعات ولا ساعات ما بيعود عنده كوميونيكيشن مع العالم الطبيعي، وبالتالي يتوجه نحو عالم توحدي خاص فيه، بيخلق بيئه بول لإله فيه عايش فيها وبيضل فيها. وحتى في اولاد يعني صار في زواجات وطلاقات بالعالم الافتراضي، وجيبوا اولاد وجيبوا حيوانات وعايشوا ببيئه كامله خاصه، وبيكون عمره 7-8 سنوات الولد، مش بيكونش عمره 20 سنه يعني. طيب هذا العالم دقيق جدا. نحن بشبكه التحول ايجابيتنا طبعا نحن نددنا وعملنا بيان دقيق جدا ووجهنا تهديد لهالاشخاص اللي يمارسون هذا التوجه، لان نحن فينا نطالهم يعني بالتكنولوجيا الحديثه فيك تعرف من مين تلفن ولوين تلفن ومن اي تليفون طلع منه من وين طلع اتصال وكل ما يلزم. نحن تنكون ايجابيين كثير، برامجنا جاهزه للتعليم وللتدريب، نحن كشبكه تحول خبرائنا مستعدين يساعدوا ويطلقوا اي حملات توعويه بالبلديات وين ما كان، بالجمعيات الاهليه بالمدارس بالجامعات، كلنا اهل، نحن كلنا فريق واحد، نحن ها اولادنا لبنانيين مسؤولين عنهم، مسؤولين عن صحتهم، مسؤولين عن تربيتهم، عن اخلاقهم، ونحن هذا الجيل اللي بده يسلم ورانا، ما فينا نعرضه للخطر من هو وفتي، بده يكون جاهز لحسن الاداء ويكون جيد ويكون مواطن صالح وعنده راحة نفسية تيقدر يعمل بيئة سليمة وعائلة سليمة. نحن بدنا نتشكرك. شكراً لك. نتشكر نصايحك، بدنا نتشكرك دكتورة شكراً رولا. شكراً لكم على الاستضافة، يعطيكم ألف عافية، وبالفعل موضوع جداً مهم خاصة بهالظروف اللي عم نمرق فيها. وموضوع حلو بوعي الأهل، بوعي المدارس والمؤسسات التربوية، وسائل الإعلام والقوى الأمنية حتى يعول عليكم. هذا شيء الإيجابي اللي عم بتقوله الوحيد أنه وعيت الناس على المسؤولية، هذه مسؤولية وطنية، أهلنا مجبورين ببعض، بس يا ريت بغير هيك، يا غير بها كان بس يعني في أوقات إجي لا تكرهوا شيء لعله خير لكم، هلا الخير الوحيد إجا للأحسن، يعني فينا نحسن أداء الناس. بس أنا عندي تمنيات أخيرة كمان، إنه هالمنحرفين اللي هن تم القبض عليهم وسجنهم يا ريت يصير في تأهيل لأهلهم، لأنه التأهيل جدا مهم. التأهيل لأهلهم لما بلشنا هني مرضى طبعا، خاصة إذا كانوا أشخاص سايكوباتيين، فهني لما بدهم يطلعوا بعدين حيكونوا خطر، حيشكلوا خطر على المجتمع. بالفعل بالفعل دكتورة رولا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. وأخيرا مشاهدينا، لكل الأهالي، كان في قصص كنا نشوفها بعيدة كتير بس اليوم قربت وصارت على تماس قوي معنا. أولادنا ليل نهار عم يسرحوا أو عم يمرحوا بهواتفهم بدون لا حسيب ولا رقيب، وإنتو تاركينهم لمصيرهم وحظهم من الجرائم من وراء تطور تبين إنه مزيف. ابنكن هو الشخص الوحيد اللي بيستحق تراقبوه على السين، لي يعول بالمراقبة عليكن انتو وحدكن. تصبحوا على ألف خير.